هذه واحدة ضمن سلسلة كتب وندوات فكرية وثقافية دشنتها وزارة الثقافة هنا في مسعى منها لمواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف المتنامي في البلاد. وزير الثقافة المصري يرى أن جذور الإرهاب والتطرف تعود إلى كتب أفكار السيد قطب باعتباره المنظر الفكري لجماعة الإخوان المسلمين في القرن الماضي. التكفير والتطرف عند السيد قطب بدأ منذ منتصف الأربعينيات، كان يكتب مقالات في مجلة الرسالة اللي جمعها في كتب شخصيات. مشاركون من مختلف التيارات أجمعوا على أن جهود وزارة الثقافة هي محاولة جادة على طريق المواجهة الفكرية للإرهاب والتطرف الذي تغلغل بين صفوف الشباب المصري في السنوات الأخيرة. وزارة الثقافة بتبذل جهود كبيرة سواء على المستوى السلبي أو على مستوى النقد أو الهدم للفكر المتطرف بمثل هذه الأفكار والندوات التي تتكلم عن التعسف في استخدام النصوص. أما السياسيون فيتمسكون بأن هذه الجهود الحكومية المنفردة لن تجتث جذور الإرهاب والتطرف المستشري في أوصال البلاد. لا توجد مواجهة فكرية، لأن المواجهة الفكرية إما مجموعة من المثقفين ولكن شيوخ الأزهر وغيرهم وكثير من القوى الحكومية لا تقوم بأي مواجهة فكرية ليه. لكن هناك من الباحثين من يرى أن هذه الجهود ليست كافية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف في البلاد ما لم تخرج من نطاق المركزية في العاصمة وحدها. إلى متى سنظل نخاطب أنفسنا؟ هذا هو السؤال المطروح على وزارة الثقافة إذا كانت هي الدولة حملتها الحمل الأكبر في مواجهة الفكر بالفكر. الكتب بتوصل لمين؟ السؤال المطروح بتوصل لأفراد في المدن، هل وصلت الكتب للقرى؟ مساع جد لاستثمار الثقافة كسلاح فاعل في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف عبر سلسلة ندوات فكرية وكتب ثقافية، إدراكا من الدولة أن مواجهة الإرهاب فكرية قبل أن تكون أمنية، خاصة بعد تعدد الهجمات الإرهابية في مصر مؤخرا نتيجة خلط الدين بالسياسة كما يقول مراقبون هنا. مسلم قنديل، الحرة، القاهرة.